واليس فين واليس؟ هذا تبدا عليا وهضر فيا شحال من مره. هذا النهار غتشوفوا نهار الله 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 شوف حنا كنضحكوا صافي. شوفوا المتتبعين، هذا الوليد شحال مره تواصل معايا ومع متتبعات باش مسكين كيطلب مني السماحه، ودابا سمعني في طنجه وجا لعندي. ياسين ياك ياسين بلوكيو ولا بلوكيو؟ بلوكيو هادشي عندكم بحال هوليود بحال قلت له راه انا وليداتي في البحر. الصراحه قالت لي انا في البحر جا تابعني. جيت راه قالت لي انا ما نصورش معاك لا والو كلشي. لا غنصور معاك ضروري. قالت لي نصور معاك كلشي ولكن غنتاقم حيت غنغرقك في البحر. لا لا ما قلتش عليك شتي في البحر. كنت تصور غادي تحدي تحلى عليا تجي شيماء. تجي شيماء غتحلو عليا تغرقوني في البحر. لا ما انا شوف ما نغرقش غنغرقك بالخير ان شاء الله يا رب. المسامح كريم سعاد قلبي الصراحة، رغم المعاناة اللي دازت عليها والظروف اللي دازت عليها، وإنسانة مكافحة مدارزة مع وليداتها، كتحاول مع الوقت ومع الزمان، وكتخلق السعادة لوليداتها، إنسانة باغا تبقى مسالمة بعيدة عن المشاكل، بالرغم أن الانتقادات والناس كيجبدوها وكيدمروها بزاف، وكتبقات قوية، يمكن غتبقى شي مرا لأن غتكافح من أجل وليداتها، وفي الآخر غتسمح في الأولاد وتسمح في الراجل تعيش حياتها، باقا صغيرة الحمد لله باقا تزوج. هي ما بغاتش هذيك الطريق طريق الفساد كما كيتهموها اتهامات خطيره. الحمد لله جمعات وليداتها وحضناتها وكامل عارف القصه ديال سعاد انها امراه مكافحه من الزواج ديالها. من قبل ما تزوج كانت خدامه على والديها، كتتنقش عندها الصنعه ديالها في ايدها، كتتنقش العيالات، كتخدم تضرب تماره تجي في الصباحات في 5 الليل باش تجيب لقمه العيش. الحمد لله كاملين كيدوزوا علينا ظروف، الدقه اللي ما تقتلك كتقوي. هادشي اللي وقع لسعاد دابا رغم المعاناه ديالها راه انسان عايش الحمد لله كيقوينا صدر ربي. قال لك طيحه ونوضه حتى للروضه حتى للروضه. كتشوف الكاميرا حافيه داكشي اللي كاين طيحه ونوضه حتى للروضه وان شاء الله يكون خير. الحمد لله روضه الاول مازال عمر طويل ان شاء الله، ومازال غتاخذي حقك بالقانون ان شاء الله. ان شاء الله الا ما خديتو هنا ناخذو عند الله. داكشي اللي كاين حقيقه تاخذي بالقانون ما كاينش بلا كلمه. لا حتى الا ما شفتوش بعيني هنا في هاد الدار ربما الموت انا قبل راه ضروري حتى ياخذوا الله في داك الدار غناخذو غنشوفو بعيني. والله راه اللي كيتعدى ولا بد يجي الدور ديالو كيتعدى عليه الله سبحانه. والله راه غير شوف ان الله يمهل ولا يهمل، كيمتحنا وكيجربنا وتا واحد ما يدوم هنا واخا يدير 120 عام يموت. الذنوب ديال دوك الوليدات حفره غنتحشاو فيها كاملين والذنوب واحد كياخذهم. هادشي اللي كاين واش باش كاين السلام عليكم بلوك بنتي الصغيره كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بك في جدنا ودارنا ايوا كنشكرهم الشكر واخا الشمس وشكرا عليه حيت طلب السماحه من طاطا سعاد وكنتمنى الدعم حتى هو وتطلعوا من القناه. صافي صافي شكرا ليه على التواضع ديالو. شكرا ليه التواضع ديالو شكرا ليه التواضع ديالو حيت عندنا وتلاقانا وجلس معانا وشاركنا انا وام شاركنا بيناتنا الهضره وصافي شكرا ليه بزاف. السلام عليكم المتتبعين كيف بقيتوا لاباس عليكم. كنشكر هذا الولد ياسين اللي جا عندنا ودار هذه المبادره هذه. التسامح راه مزيان خاصنا نكونوا كنتسامحوا مع بعضياتنا، وانما قال لك ما تحفرش الحفره وتغرق اكثر من القياس. راه اللي كيحفر وكيغرق اكثر من القياس اي واحد راه عنده عائلته وعنده خوته وعنده احبابه وعنده طاطيته راه فهمتوا تاع على راسي كنهضر. واحد راه خاصو يكون قلبه متسامح ولو يكون الصراعات والتناقض يعني هاد المشاكل يكون قلبه متسامح حيت ربي راه هو متسامح. هو كنديروها قداش قد راسنا وكيسامحنا سيدي ربي. كيكون الانسان ما كيصليش كيكون الله يستر المهم كيدير بزاف ديال الذنوب مع سيدي ربي وكيسمح له الله سبحانه. وحنا بيناتنا ما خاصنا نتسامح حيت غدا يقدر الواحد يموت على موت غفله ولا ظروف تجي حتى هو وما يسامحوش شخص اخر. من الاحسن الواحد يتسامح حيت التسامح راها من شيم المسلم والمؤمن وهذا الشيء راه زعما ماشي اي واحد كتكون فيه
يعني اي واحد، وانما خاصها تكون فينا حتى هاد المواصفات راه مزيانه تكون فينا باش نعلموها لولادنا باش كتستمر الحياه بالايجابيات. اما الا كان بيناتنا داك التسمم ونكونوا حاقدين ونكون داكشي بقلبنا ونبقاو هازينو حياتنا كامله، راه عمر شي واحد غادي ينجح، يبقى غير واحد فينا اللي ناجح. اذا ما يكونش النجاح العام لينا كاملين، وهذا هاد الشخص اللي كيكون بحال هكا راه غير الشيطان كيغرو، راه ما يربحش لحقاش، ما يربحش عائلته، ما يربحش بابه، ما يربحش المحيط به، اذا يربح غير راسو والشيطان كيغرو. وهذا الشيء ماشي مشيه من المؤمن، وهذا الشيء اللي كاين للمتتبعين فعلا كيفكروا غير بالفلوس، ما كيفكروش بالدار الاخره، كيفكروا بالفلوس، كيفكروا بالعير نسب ظلم الانسان وعلى الباطل. انا هذا المشكل وقع لي مثلا مع سعاد دابا شحال انتقد، حتى كاين شي حوايج انتقد فيهم الصراحه قصقت معاها بزاف، ملي تلاقيت معاه الصراحه مرد مرد، انا كثير شحال انتقدت فيها واستقبلتني احسن استقبال ورحبات فيا ما قالت فيا إن فعيت لك انا فلان وعارفاني وكانت كتفرج في الفيديوهات ديالي كنتاقدها وعطيتها للراس ما تقدرش تجي نطلب من السماحه، قالت لي انت بحال خويا بحال ما عندكش الشرف تفكر صافي المسامح تاعي انا تقدر صافي المسامح هكا ولا هكا شنو نقول لك خير خير انا نعطيك شو نشرف ان شاء الله ربي ولا نشرف لي تنضحكوا والله لا انا قلبي بياض ملي شافني هكا كنهضر وهذا انا قلبي بياض والله العظيم صدمت انا سعاد ما كنتش كنصحاب بحال كنت في الواقع الصراحه في الواقع بعيده بزاف البعد على اليوتيوب كما كتشوفوا سعاد في اليوتيوب راه في الواقع سعاد راه انسانه طيبه وغير بضحك وعادي البساطه بزاف ماشي شي وحده اللي متكبره ولا اللي كتدفع عليك كبير او لا ما تصورش معاك ولا ما تحطش وقت لا هذا ما كايناش كتضحك معاك عادي كدير اكثر من خوها وخا تلاقى معاك اول مره بحال تعرفك بحالك وانت حسبك ولدي ولدتك على 14 عام دابا انا عندي 40 عام وانت عندك 24 المهم انا ندير راسي تجوج على 14 عام ولدتك على 15 كاع هي هذيك راك ولدي طاطا سعاد انا عيطت طاطا سعاد صافي بقى تعيطي طاطا سعاد خالتي وخالتي والمهم عادي نودعوا المتتبعين من هذا الفيديو هذا ان شاء الله فيديو واحد اخر غيكون زويون ربما يجي عندنا الفاس ومرحبا بك عندنا الفاس ضروري غنجي انا وطامو الفرشه عندكم الفاس ضروري ان شاء الله مرحبا وتحياتنا لطامو الفرشه الرجل الشهم الرجل الغزال المردد ميمتو اييه مردد ميمتو والله الفرشه تيحمقني والله باغي حتى هو غير ما تاخذ صافي قسما بالله كان باغي كلشي بالمقتدر ان شاء الله غنطلع عندنا واحد المزيه الفاس ضروري ان شاء الله اخبار فراس اخبار فراسكم فرحه الجميع ان شاء الله والمستمعين وكلشي غنشاركم معكم ان شاء الله الفاس غتكون واحد المناسبة إن شاء الله غيكون فيها طعم والفرشة وأنا إن شاء الله وخليوا لي مفاجأة ما نقولش لكم شنو غادي يكون في الفرشة إن شاء الله وتحية الأم طعم والفرشة بعدا اللي ولداتو أنا غتكون جاية فيها ضروري تحية الأم طعم والفرشة أنا كنت عشان ديك المرأة مسكينة درويشة ربي فرحها بداك الوليد الله يخليه لها بحال اللي صلى على النبي تبارك الله ما شاء الله بحال اللي فيه عشرة الله يخليه لها الله يخليه لها ويطول الله الله في عمرها تشوف وليداته إن شاء الله وبسلام عليكم ان شاء الله في الفيديو واحد اخر سلام عليكم باي 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 باي